وصلنا نور لفقرتنا التالية. يعني كتير عم نشوف حالات من الهوس يلي منتشر وخاصة عند البنات وعند الشباب كمان، ما بدنا كتير هيك نعطي على صح، البنات. هو الشيء اسمه هوس الشهرة، الثياب، الميك اب. عم حتى نشوف بالشكل. مراكز التجميل يمكن عم تكون معباية بس بدهم يقلدوا فنانة محددة، أو صار عندهم هوس بتنزيل صورهم على الفيسبوك على الانستغرام، وهي الحالات اللي هي كتير زايدة وعم نشوفها بالمجتمع. يمكن ليا بالآونة الأخيرة بعمر كتير صغيرة عند كتير من الصبايا والشباب بسن المراهقة، بداية يمكن النضج، بداية هيك لما تبلش الصبية تكون صبية صغيرة عم تلاقي في هوس كتير كبير. عم تحسي بنت ال 14 كأنها عمرها 25 عمرها 30 سنة، كمان. فعم تتفاجئي بهي التصرفات. قديش الهوس لدرجة محددة بيكون صحي، ايمت بنقول تحول لمرض نفسي او صار بده معالجه نفسيه؟ هي الامور رح نتحدث عنها مع اخصائيه الاجتماعيه مريم عيسى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح النور، اهلا وسهلا فيك صباح حبيبتي. الخير اهلا مريم. وسهلا حبيبتي، صباحك. يعني موضوعنا كثير مهم اليوم، ولكن خلينا نتعرف شو هو الهوس، ايمت بيكون الهوس هو حاله مرضيه وايمت بيكون هو حاله مؤقته؟ هلا الحاله الطارئه للهوس، خليني اقول لك، او يعني انا مثل نحن بنقولها بالعاميه موسوسه شوي، يعني عندي رغبه شوي بامر ما، مثل ما قلتي انت اعلاميه، ولا كانت هوس بالمال، بالسرعه، بالوصول، الى اخره. اما لما بتكون مرضيه فهي بتكون الشخص كل حياته مصبوبه بهذا المجال، خلص متى ما فقد وطلع من هي الحاله فهو ممكن يصير معه اكتئاب، وحتى بشخصوه هن بيقولوا انه ممكن يصير معه ثنائي القطب بعد هي الحاله تحديدا، بيكون متعرض لشهره كثير ومعروف ومصبوبه كل حياته وكل اهتماماته بهذا المجال. فيعني شو، انا كل حياتي مصبوبه هون، اذا انا انسحبت هالعالم وبطلت في عندي متابعين وبطلت عندي اي شهره كلياتها، فبفوت بحاله من الاكتئاب، هون يعتبر مرضي وبحاجه الى زياره طبيب واخصائيين. طيب خلينا نحكي بالبداية المقدمة، حكينا كثير من الناس اليوم عم تتبع تقلد مشاهير، يكون في عندها هوس في مرحلة كلياتنا مرينا فيها بمرحلة المراهقة، نحب فنان تلاقينا معلقين صورة لإله، حافظين أغاني، بس ما كان في عندنا هيدا الهوس اللي عم نشوفه بشكل كتير كبير مع تطور التكنولوجيا وتطور الطب. عم تشوفي كتير في ناس عم تروح لعند مثلا خبير التجميل عم تقول له بدي شكلي يكون مثل الفنانة الفلانية، قديش هيدا فعلا بيتحول لمرض، بيأثر على الحالة النفسية، شو هي أسبابه؟ فينا نقول خليني اقول لك اول سبب من اسبابه، وانت ذكرتي خلال السؤال، هو السرعه، هو الوصول، هو الانتشار السريع. اليوم ما كان، يعني من ما كان هلا من 20 سنه لهلا ما كان هذا الشيء. انت عم تقولي مثلا بالجيل الماضي ما كنا نشوف هي السرعه، في كان سرعه اقصى طموح في تعلقي صوره كثير كبيره، تمام، وفي يعني هلا انت اليوم كبسه زر، انت حطيتي صوره، حطيتي شيء، يعني الانتشار صار سريع وصار صحيح. سهل. حتى الناس اليوم عم تروح لطريق لغير عمليات التجميل اللي هي مثل عم تقولي اكبر دليل، بس اليوم الناس عم تروح للتسخيف بالماده او بالمحتوى، أو المهم انا في عندي غايه انه انا بدي اوصل، صحيح. سواء كانوا شباب سواء كانوا حتى كبار بالعمر، يعني ما انا صغار، هي سهوله السرعه، سهوله الوصول للآخر بسبب الإنترنت وسبب وسائل التواصل الاجتماعي، هي اللي كانت المسبب، يعني كيف ما فكرت فيها هي المسبب الرئيسي في سهولة. بعدين صارت في الناس عم تدور على موضوع المتابعات وعدد المتابعات اللي هي بتدر لها مصاري بشكل كمان سهل ويسير. فصرنا هون، حتى خليني أقول لك، ما يهم المحتوى، ما بيهم أنا شو عم أقدم، ما بيهم أنا لمين عم بتوجه، المهم أني أنا أوصل، والمهم أنا شو عم يجيني من هذا الوصول. خلينا نحكي عن حالة الغيرة اللي بتعمل هوس، يمكن كثير من الصبايا وكثير من المراهقين، كثير من الشباب ايضا بصير عندهم حاله غيره. وهلا نحن عم نمرق بظروف صعبه، وخاصه ظروف ماديه صعبه، هوس اللبس، هوس الطلعه، هوس الفوطه، هوس يمكن طق البراغي، هوس فيها هوسات كثيره بالحياه. خلينا نحكي عن الغيره يلي بتولد هوس. هلا ما في شك، او خليني اقول لك، ما بظن انه في حدا بيختلف معنا بانه موضوع الغيره هو موضوع، خليني اقول، نقص. يعني انا في شيء عندي شعور بانه ناقصني، تواجد عند الاخر فانا عيني بتروح عليه، خلص انا بدي هذا الشيء، فانا بدي قلده، بدي اوصل لمطرح ما وصل، بدي انجح مثل ما نجح، بدي اعمل اللي هو عم يعمله، يعني بدي امشي بطريقه لانه ظنا مني بانه هذا الطريق الصح، طالما مشي فيه واحد قبلي ووصل للمكان اللي انا بدي اياه فانا بدي امشي فيه، حتى اذا كان تقليد بالشكل، حتى اذا كان تقليد باللبس، حتى اذا كان، فهو لازم الانسان هون يعرف انه انا
كيان منفصل، يعني كيان منفصل بمعنى القيمة الإنسانية إلي، بغض النظر عن اتصالنا نحن كلياتنا كبشر، لكن أنا في إلي قيمة لوحدي. صح. هي القصة اللي عم تخلي كل إنسان يتعلق بشيء خارجي لحتى يثبت لنفسه قيمة داخلية هي موجودة بالأساس، لكن هو فنقص بسبب خليني اقول لك التربيه اللي هي دائما بتقارن، دائما بتقلل من قيمه الطفل او من قيمه الطفله، صحيح. وبتربط قيمهم باشياء ماديه. يعني انا بدي اربط قيمه ابني، بدك تعمل، بدك تلبس كذا، بدك تساوي كذا، بتزبط، بدك تتصرفي بهي الطريقه، وبدك تحكي بهي الطريقه مشان تكوني افضل. فدائما انا لما بضيف قيم خارجيه لابني او لبنتي وحسسهم انه انت بوجود هي القيم انت كامل ومنيح وسليم، فهون بيؤدي في انه انا بدي بلش شوف وين انا الشيء اللي ناقصني، الشيء اللي ما قدر يكتمل عندي، بلش شوفه من برا وحاول اني انا اقلده، فبتولد هي الغيره يعني والتقليد الاعمى خلينا نقول. طيب حكيتي نقطه كثير مهمه هي البيئه المحيطه، الاهل قديش ممكن يقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع، كيف فيهم الاهل اليوم يتعاملوا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟ احنا عم نشوف انه الاهل مش قادرين يسيطروا على ابنهم، عم نشوف اليوم مثلا هلا فاشينيستا عمرها 16 17 سنه عم تكسح اليوتيوب بطريقه كثير كبيره، نسب مشاهده عاليه، لانه الاهل فعلا ما عم يقدروا. يعني نحن بنشوف فيديوهات بتلاقي في حوار حتى مع الاهل بتنزلوا الصبيه او الشاب. كيف انا بقدر نوعا ما احمي طفلي او المراهق من هيدا الشيء؟ يكون مع انك تقدر تعمل محتوى بس محتوى هادف، وبنفس الوقت ما يقدر يكون لدرجه الهوس، لانك ما فيكي تمنعي، كل شيء ممنوع مرغوب اليوم. شوفي عزيزتي، هلا انت بكل بساطه انت بدك تبلشي من وقت اللي كان الولد هذا عمره صغير، يعني سنه وفوق. دائما بيستسهلوا بهذا العمر انه نحن خلص بهذا العمر يلا عطيه الموبايل لا يسكت، وهي قصه معروفه ونحكى فيها كثير. يعني انت بتسكتيه وهو صغير سنه سنتين مشان ما ينق، مشان انا اخلص من صوته، مشان وباعتبار انه ما رح ياثر فيه، وهذا الشيء ما هو صحيح. يعني هو انا اذا بدي اسسه بهي الطريقه هو بياثر فيه، وبهذا الوقت انت بتقدري يكون عندك نوع من التحكم قبل ما يكبر شوي، قبل ما ننتقل للمرحله اللي انت عم تقولي ما بنقدر، وفعلا ما بتقدري، خلص بتوصلي للنقطه انه ممكن توجهي، ممكن تقللي الكميه، ممكن وحتى هذا العمر معين. بعد يعني هيك طفله كاسحه مواقع التواصل الاجتماعي 25 مليون مشاهد، عمرها 9 سنين، اما ما بتقدر تضبطها، وهي مثلا محتوى معروف ما بدي اذكر اسمه، بتلاقي في توجه من قبل اهالي لا تفتحوا هيدا الفيديو، اعملوا عليه مثلا وسيله لحتى الاطفال ما يقدروا. شيء مخيف نوعا ما، احيانا بتخافي من هي التفاصيل. في كثير وسائل اليوم وفي كثير تطبيقات اليوم بينزلوها بوجه الاهل انه انتم تحطوا هي التطبيقات مشان حتى الولد او البنت لما بيعملوا شيء من عن البحث او شيء يدوروا عليه او كذا بيكونوا بنوع من الحمايه. فالاهل يعني اول شيء يكونوا قدوه، او يعني يحاولوا قدر الامكان نكون احنا قدوه، لانه الاطفال بيتعلموا، معروفه كثير انه الطفل بيتعلم بالنمذجه، يعني في صوره معينه انا قدامي شايفتها وعم قلدها. فمثل ما حكينا من بدايه الحديث انه انا براقب ابني، او بدي فعلا ابني يطلع من هذا المسار، بدي انتبه له بالعمر بالاربع سنين الاولانيات. بعد هيك يعني مهما حاولتي ممكن تخففي، ممكن تقللي، ممكن توجهي، لكن تمنعي اليوم صعب. صعب تماما. خلينا نحكي عن حالة الهوس لما يعني أي حدا دخل فيها، الحالة المؤقتة وحاب يتخلص منها، هذا الشيء قد بيأثر عليه، قد بيأثر على المجتمع، قد بيحسسه بفشل، قد بيحسسه خاصة يمكن الأولاد بعمر صغير هوس إنه يطلعوا ويفوتوا ويحطوا على السوشيال ميديا وهيك. خلينا نحكي عن هاي النقطة، الخروج من الهوس. الخروج من الهوس هو بحاجه لمسانده. أوكي. بحاجه لمسانده قولا واحدا. اذا قلنا نحن عنه الهوس اللي هو الهوس اللي باعلى درجاته، يعني انا رابط مثل ما حكيت من شوي، رابط كل قيمتي وحياتي بهذا الموضوع، بهذا المجال، اعلامي مالي شو ما كان انا رابطه حياتي كلياتها قائمه، انا من في الصبح لنام وانا حياتي مرتبطه بهذا الموضوع، فهو هوس وصل لنقطه هو بحاجه لمسانده. سواء مسانده اهل، سواء مسانده اخصائيين معروفين، او شو ما كان، انا بدي شخص يساندني ووقف معي ويدعمني خطوة خطوة لأقدر أطلع. أهم خطوة من كل هذا الكلام هو الشخص نفسه، يعني شخص نفسه وصل لنقطة أنه أنا بدي مساعدة، خلص أنا بدي أطلع من هذا الشيء. تمام. طيب الشخص اللي مو حابب، يعني أنا عندي حالة يمكن مرضية بالبيت عنده هيدا الهوس ومش قادر يطلع منه، هو مش حابب، أنا كيف بدي أقدر أتعامل معه بطريقة نفسية صحية سليمة بنفس الوقت ما يكون عنده ردة فعل قوية، اقدر اتعامل معه بطريقة سليمة اليوم؟ شوفي، ما في اليوم، ما فيني عمم انا، يعني خليني اقول ما فيني عمم، يعني انه مثلا هي ما الحالة ما كيف نتوجه للدكتور من نقدر نتعامل معه، لانه طريقة التعامل مختلفة ان كانت صبية ان كان شاب، طريقة الهوس
انا شو بدي اعمل لما يكون في عندي حاله بالبيت؟ مثل ما عم لك، ليش عم لك ما بدي اعمم؟ لانه كل شخص اذا كانت بنت غير لما بيكون شاب، اذا كان كبير بالعمر غير لما بيكون مراهق. يعني انا لما بكون مراهق ممكن اتوجه له بنصيحه، بجيبه عند الدكتور، باخذه عند الدكتور، باخذ بعطي، بخلي المحيط اللي حواليه يحكي بهذا الموضوع. اما اذا كان كبير وانت ما بتقدري، ما عندك هي مثل ما بيقولوا القدره على اقناعه، ممكن هو يقنعك. يعني ليش عم لك ما فينا نعمم؟ لكن التكاتف، التكاتف الاسري. يعني انا لما بشوف انه ابني او بنتي او اخي او اختي بحاله من الهوس او المرض اللي بتأدي فيه لشيء أنا شايفته قدام عيوني رايح باتجاه شيء خطير عليه، فأنا بدي على القليلة أوجد شخص أو صديق يساندني ويساعدني إنه نحنا يعني مثل ما بيقولوا نجتمع عليه، نتكاتف عليه، ننصحه، نسمعه شيء. ودائما الأشخاص بيقبلوا أكثر بالتلميح مو بالتصريح. يعني دائما أنا لما بلمح بقرب بعد عن القصص اللي أنا بدي إياها توصل للشخص أكثر بيتقبلها من إنك تجي دغري تقولي له إياها. تمام مريم، خلينا نحكي عن الوعي الأنثوي اليوم باختصاصة يلي حضرتك دائما بتحكي فيه مع الصبايا. اليوم الوعي قديش مهم لحتى يعني السيدة ما يكون في عندها هوس. بنشوف كثير من السيدات وصلوا لمرحله من الملل من البيت، فخلص انا رايحه انتقل روح على السوق، هوس اني انا نظف، هوس اني انا اهتم باولادي، في هوس 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 هيك بيصير. ولكن عند الوعي عند الوعي الانثوي كيف انت بتنصحي السيده؟ انا بقول لك شفتي لما حكينا بالاول انه نحن بنربط قيمنا باشياء خارجيه بنحاول ناخذها مشان نقول يا جماعه نحن مناح، نحن بخير، نحن كاملين، نحن حلوين. أنا هون بشتغل على موضوع فصل الأشياء المادية الخارجية وباتجاه الست للقيمة الداخلية اللي عندها. رح أقول لك شوفي، في مثال أنا بقوله دائما للستات. أنت أنا إذا بجي بقول لك اليوم عندك شهادة بالإعلام، عندك شهادة بالحقوق، عندك شهادة كذا، فأنا بعطيكي مبلغ وقدره يعني كبير كتير وعطيني شهادتك. ف99% من الأشخاص ممكن تقول لك أي أوكي خدي، تمام. بس لما بجي أنا بقول لك أعطيني سوري يعني أعطيني عينك مقابل مبلغ، عطيني صفة فيكي أنت بداخلك، أنت بتعرفي أن كثير الناس كثير أنت متأصلة فيكي قيمة عالية وعطيني إياها، ما بتعطيني إياها لأنه هي القيمة اللي عندك إياها جوا. فنحن دائما بنعزز هذا الموضوع عند الستات أنه أنت أو أي حدا أنه قيمتك ما أنا مرتبطة بالأشياء المادية. يعني ببساطة الأشياء كلياتها اللي حوالينا بتروح لكن أنت بتضل. طيب لكل السيدات اللي عم يشوفونا ويتابعونا، خلينا نعطيهم بعض النصائح. يمكن نحن عم نعيش بظروف معيشية اقتصادية صعبة، ظروف حرب مرت علينا، ففعلا مش الكل سليم نفسي أو صحي، أغلب الناس عندهم مشاكل نفسية. كيف فيني فعلا اتوجه لأقدر فرغ هاي الطاقة بطريقة سلمية، بطريقة صحيحة، بطريقة نفسية، أقدر أنا كسيد اليوم تابع حياتي اليومية ما يكون في عندي آثار نفسية؟ لأنه أنا بالأخير جزء من هذا المجتمع، عندي بيئة صغيرة، عندي عيلة بدي أقدر أتعامل معها اليوم. شوفي عزيزتي، أول شغلة مثل ما حكيت من شوي أنه أنت تكوني تعرفي أنه أنا عندي مشكلة معينة، وتراقبي نفسك، تراقبي نهارك. يعني أنا لما بجيب عم تقولي بدي فضي هاي الطاقة، وأنا مثل ما حكيت من شوي ليا أنه أحياناً الهوس بيكون هوس النميمة، صحيح، هوس الحكي، هوس التواجد بمكان، أنا بس مجرد فرغ فرغ. فهي كلها مثل ما حكيتي أنت طاقة كتير موجودة عنا بقلب نهارنا. يعني أهم نصيحة هي الفراغ، ما يكون عندي هذا الفراغ اللي أنا، لأنه أنت متى ما فضيتي، متى ما صار عندك فراغ اتجهتي باتجاه شو، أنه أنت بدك تروحي تفضي هذا الفراغ بمكان معين لمرحلة أنه أنت بتضلي بتشتغلي بهذا المكان لحتى توصلي لنقطة الهوس. فهذا اللي نحن بننصح فيه، ما يكون عندي الفراغ الكافي خليني أقول، لأنه أنا بتوجه للستات أحيانا بأنه يكون في فراغ، بالذات اللي بيكون عندهم كتير مسؤوليات يكون في فراغ متعمد. أما الفراغ اللي هو غير متعمد والفراغ اللي خليني أقول آخر مساحة 90% من يومي، هذا اللي طبعا أنا فاضي شو بدي أعمل، بدي أتوجه هون وهون وهون، فرح روح بطرق بالبداية ما تكون مبينة معي يعني، بس بعدين. تمام، لكن يمكن أهم شيء أنه نكون واعيين لحالنا، للصغار، للمراهقين، ويكونوا أكثر وعي ويبتعدوا عن الهوس، إن كانت سيدة وإن كان رجل. طبعا. أيضاً يعني هذا كثير نخصص السيدة، بس أنت بس تشوفيني بتربط الموضوع دغري مع السيدات. تمام، فهيك بدنا نشكرك مريم. حبيبتي. شكراً كثير لك، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أهلا وسهلا. نشكرك مريم عيسى الأخصائية الاجتماعية، وهي شوية وعي شوية يمكن. تمام. محبة لحالنا، نقدر فعلا نفرغ طاقتنا يمكن بطريقة إيجابية بمحبتنا للآخر، بتعاملنا مع عائلتنا كمان بطريقة جميلة. هون بيكمن الموضوع. بدي تشكرك كتير على وجودك معنا حبيبتي. شكرا. شكرا لك.